سلك النائب رئيس السابق إخوان أعضاء مجلس الجامعة والهيئة أعضاء الهيئات بجامعة سكر سليمان السادة المنتمين الصحافة السادة المنتمين القطاع السوسيو اقتصادي السادة أطول السيدات أطول الجامعة أباء وأولياء الطلبة عزيزتي عزيزتي الطلبة زملائي الأساتذة إخواني الموظفين أيها الحضور الكريم، في البداية أتقدم لكم جميعا بخالص تهانيي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأتمنى لكم كل عام أنتم بخير. إنه من دواعي الفكر والسرور أن نجتمع اليوم بمناسبة انتهاء السنة الجامعية الحالية لتتويج سنة من العمل والمجهودات المتواصلة من لدن الطلبة والأساتذة والأطر الإدارية لجامعتنا. فهذا الحفل الذي دعمت الجامعة والمؤسسات التابعة لها على تنظيمه خلال 5 سنوات الأخيرة يعد من جهة مناسبة لتكريم خريجيها وتشجيعهم على الاستمرار في الاجتهاد والمثابرة من أجل تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم لما فيه مصلحتهم ومصلحة هذا الوطن العزيز، ومن جهة أخرى حافزا للطلب الآخرين للمواطنة والجهة في الدراسة قصد بلوغ آمالهم ومتمنياتهم وطموحاتهم. أيها السيدات والسادة، إن جامعة السلطان بن سليمان رغم حدث تأسيسها فإنها فرضت لنفسها موقعا متميزا بين الجامعات الوطنية والعربية، ويرجع الفضل في هذا التميز إلى الإشعاع العلمي والبيداغوجي لأساتذتها والتدابير التشرف للقائمين على شؤونها والاجتهاد المتواصل لطلبتها. لقد سعينا منذ تأييدنا على رأس هذه الجامعة إلى تطويرها والارتقاء بها لكي تلبي حاجيات محيطها الجهوي والوطني، وكذلك الانتظارات تلاميذ وطلبتها الأصيلة. ولأجل بلوغ هذه الأهداف عملنا على رفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة الجامعية، حيث تم تحقيق بنايات تمكن من زيادة التلفات المتوقع بالجامعة عبر توفير مرافق بيداغوجية جديدة تسع العدد المتزايد للطلبة. وتشكر الإشارة أن الجامعة أصبحت اليوم تستقطب ما يزيد على 80% من حامل البكالوريا عن جهة التلازمة، في حين أن هذه النسبة لم تكن تتعدى 40% قبل 4 سنوات. لقد عرف عدد الطلبة من جامعات فعال مهما خلال 5 سنوات الأخيرة، حيث مر من 5500 طالب إلى 20,000 طالب، وحاليا ومن المستقر أن يتعدى 26,000 طالبا خلال الموسم الجامعي المقبل. العمل على فتح مؤسسة جديدة والتي توج لفتح هذه المدرسة العزيزة، أي مدرسة الدولية للتكنولوجيا في شتى 2012، والتي تمثلنا أول فوز لها وأول تكوين لها تنويع العرض البيداغوجي بمختلف مؤسسات الجامعة. وقد وصل عدد المسارح المفتوحة خلال موسم الجامعة بحوالي 53 مسلم. أما خلال موسم الجامعة المقبل وفي إطار دفتر دوامة البيداغوجية الجديد، فقد تقدمت الجامعة ب 59 مشروع مسلم قصد اعتمادها من لدن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما تم الشروع في بناء مرفق للاستقبال المستويش في التكوين الأساسي المستقبلي، توفير معدات البيداغوجية والتجهيزات العلمية
والمعلومات من أجل إجادة التكوين بمؤسسات الجامعة. رغم أن الخدمات المقدمة للطلبة قصدت تيسير الاستفادة منها من قبل المحسبة والشؤون الطلابية والتكوين العلمي، وفي هذا الإطار تم إقتناء تجهيزات معلوماتية متطورة من أجل خلق فضاء رقمي متكامل، إطلاق دعم التكوين المستمر لفائدة الراغبين في اكتساب كفاءات ومهارات في مجالات مختلفة، توفير الموارد البشرية لدروسهم الدولية عبر الرجوع عند الاقتداء إلى أساتذة عربيين لتعويض النقص الحاصل في بعض التخصصات على مستوى مؤسسة الجامعة رغم لا يكلفهم هذا من المال على ميزانية الجامعة. أما على صعيد التعليمي فقد عملنا على توفير الظروف الملائمة للباحثين بالجامعة من خلال دعم الفرق والمختبرات، وكذلك توفير التجهيزات والبنيات الضرورية. وهكذا تم منذ سنة 2010 توزيع إعانات مالية مهمة على وحدات البحث مما انعكس إيجابا على المردودية العلمية للباحثين من أساتذة وطلبة الماستر والدكتوراه. فخلال الفترة السابقة تم تسجيل ارتفاع ملموس على صعيد عدد طلبة الدكتوراه وكذلك المنشورات العلمية في الندوات والدوريات والمجلات المتخصصة الوطنية والدولية. تطوير بنيات البحث العلمي بالجامعة حيث تم بناء مركز الاتحادي ومراقبة الجودة في كلية العلوم والتقنيات، والذي سيتم تجهيزه تدريجيا بمعدات علمية متطورة ستوفر من جهة على الباحثين جهودا ووقتهم في إنجاز التحاليل المخبرية، ومن جهة أخرى إنجاز أشغال تطبيقية لفائدة طلبة الإجازة والمصدر. توفير مرافق ومراكز دراسة أخرى بكل من كلية العلوم والتقنيات وكلية الأدب والعلوم الإنسانية، دعم حركية الباحثين وطنيا ودوليا. أما فيما يهم انفتاح الجامعة على محيطها الجامعي الوطني والدولي فقد بذلت جهودا وافرة من أجل إطلاق علاقات مع فاعلين من القطاع العام والخاص، وكذلك بشركاء دوليين من خلال إبرام اتفاقيات تعاون وقيمة في مشاريع تعاون دولية من قبل مشاريع أوروبية، والتي وصل عددها إلى 14 مشروع تام مجالات جامعية متعددة. إضافة إلى ما سبق ذكره في مجالات التكوين البحث العلمي والتعاون، حرصنا خلال ولايتنا الأولى على رأس هذه الجامعة على تمكينها من مرافق تكميلية تساعدها على القيام بالدور ومنظمها. وقد اعتمد في وضع برنامج بناء هذه المرافق مبدأ وحدة الجامعة والتكامل بين المؤسسات وتشجيع الموارد المالية المتوفرة. ومن بين هذه المرافق نذكر ما مركز الموارد في اللغات الذي تم بناؤه وتجسيده بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مركز الندوات بكلية العلوم والتقنيات، مركز الطلبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مقصف للطلبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومقصف الأساتذة بكلية العلوم والتقنيات. وعلى صعيد الأنشطة الموازية عاملة الجامعة على تشجيع ودعم الطلبة في انخراط الحياة الجامعية عبر المشاركة في الأنشطة والتظاهرات الثقافية والرياضية محلية ووطنية، حيث تم الحصول على مراتب جد مشرفة على المستوى الوطني. أيتها السيدات والسادة، أمل كبير في أن ننجح في تحقيق وننجح جميعا في تحقيق كل ما أطمح إليه لفائدة هذه الجامعة بمشاركة جميع مكوناتها من عمداء وأساتذة وأطر إدارية وطلبة. وأود أن أختم كلمتي بالشكر الجزيل للسيد وين جهة تازلة على ما يمكنه وما وعلى التفاتاته للجامعة والجامعيين، وكذلك للشركاء المجالس المنتخبة مجلس الشيعوي والمجلس المجالس الإقليمية والمجالس البلدية ومجالس الجامعات الحضرية، وكذلك شركائنا السوسيو اقتصاديين وكذلك جميع الهيئات
جمعوية اقتصادية وغيرها التي تتفاعل بشكل مستمر مع جامعة السلطان قيسيمان. أشكر كذلك السادة العمدة لجامعة السلطان قيسيمان على ما بذلوا وما يبذلوا من مجهودات لإنجاح والقدوم إلى الأمام بهذه الجامعة وإعطائها تموقعا مميزا بين الجامعات المغربية والمغاربية والدولية. شكرا لسيدنا نائب الرئيس الذي تكلف بتدبير هذه المؤسسة المدرسة العليا التكنولوجية بكل شدية ومسؤولية، فشكرا على المجهودات التي بذلها. شكرا للسيد مسؤول الدراسات على المجهودات والأعمال التي نعترف بها ونحن يعني قمنا بتتبعها بشكل كبير، أي الظروف التي انطلقت فيها المدرسة العليا للتكنولوجيا ظروف جد محدودة من ناحية المرافق، ولكن بفضل المسؤولين وبفضل التدبير الحكيم وبفضل كذلك انخراط الطلبة ورغبتهم في العلم تمت الأمور بجودة وبمسؤولية وفي ظروف نهنئكم جميعا طلبة وأطر وأساتذة على هذه النتيجة. وهذا يعني شيء ليس بغريب عن الجامعين سواء كانوا طلبة أو أساتذة أو موظفين أو شركاء الجامعة، فهنيئا لكم. الشكر للطاقم الإداري على رأسه السيد العميد سيد الكاتب العام لكلية الأدب والعلوم الإنسانية والمنطور وفريق كلية الأدب على ما وفره اليوم وعلى كل المجهودات التي يقومون بها لمساعدة هذا المولود الجديد هذه المدرسة العليا للتكنولوجيا. شكرا، وأظن أن الشكر لا يكفي، بل صراحة في حفل التفوق بكلية العلوم والتقنيات البارحة كانت وقفة، وأتمنى أن نقوم بنفس العملية، كانت وقفة تكريمية للآباء وعلى رأسهم الوالدات، فوقفة لآبائكم بتصفيقات حارة وتمويل على دور الوالدات. كنا أبناء الطلبة، كنا في كل لحظة، وأي منا في مجتمعنا الكريم المغربي ونحن أطفال ونحن الشباب كنسمع الوالدين يقولوا الله يسمح لنا من الوالدين، ونحن اليوم نحن كأباء نستدرك هذه الكلمة. ليكن لكم اليقين أنكم رغم ما تظنون تحسون به لا تحسون بما يسلم من رغبة في النظر إليكم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. آت بسرعة من استحضار ديالها لأن بالأسرة بالوالدين نبني المجتمع. وأود في هذا الختام أن أهنئكم
وهل المتفوقين عبرهم بطبيعة الحال أولياءهم كما ذكرت على المجهودات التي يقومون بها؟ كما أتقدم بالشكر كذلك مرة أخرى للطاقم البيداغوجي الإداري للجامعة على ما يكون من مجهودات، وقل يا ملك فسنفر الله عملكم ورسوله هو